طيب الآن في عندي مشكلة. المشكلة في الصوت. دائما إذا جيت أصور في حلقات اليوتيوب أو غيره موضوع الصوت مبعثر بشكل كبير، فأبغى حل للصوت يكون خفيف وسريع وفي نفس الوقت ما فيه قروشة الأسلاك. أهلا، حياكم الله في 24 إطار. أنا محمد المطيري، هذا أصغر مايكروفون وايرلس سيستم أقدر أنصحك فيه. عالم صناعة الأفلام متطور باستمرار، وكل يوم نسمع شيء جديد في العدسات، في الكاميرات، والصوت جزء لا يتجزأ من تقنيات صناعة الأفلام، وعشان كده دائما نشوف فيها شيء جديد. رود وايرلس جو 2 يغنيك عن لخبطة الأسلاك والكيابل أثناء تسجيل الصوت، سواء كنت يوتيوبر أو فيلم ميكر أو تستخدمه في لقاءات. السلسلة الثالثة من رود أضافوا فيها بعض المميزات. المايك يوفر إرسال بسرعة 24 جيجا هرتز بتشفير 128 بت. البطارية قابلة للشحن بمنفذ USB Type-C وتدوم حتى 7 ساعات. وزن الميكروفون 31 جرام. الاقتران تلقائي للجهاز في أقل من 3 ثواني. يوفر صوت واضح جدا ونطاق يصل إلى 200 متر. أيضا قابل للاستخدام في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وأضافوا محسن تشغيل في بيئات التردد اللاسلكي المزدحمة. طبعا تقدر تستخدم 8 وحدات في مكان واحد. طيب امسك ابغى لي سلك اكسلر. ايش ذي الحوسه؟ بالله شوف اسلاك في كل مكان. خليها ايش زعلان. الرود وايرلس جو 2 يعتبر مايكروفون وجهاز ارسال وايرلس في نفس الوقت، يغنيك عن لخبطة الكيابل اللي تطيح فيها اثناء تسجيل الصوت. طبعا متوافق مع الكاميرات وايضا مع اجهزة الهواتف الذكية. تشغيله سريع وما ياخذ مساحة، ويناسب الفلوجرز واليوتيوبرز وصناع الافلام. استخدامه سهل جدا، الشحن من خلال USB، ومدى الالتقاط على ما تذكر شركة رود انه 200 متر، وهذا كافي يغطي لك جميع الاحتياجات. عمر تعال لي برا. ايوه احتاجك تطلع معي. تعال يا عمر. ايوه خوفتني يا نهر، ترى في احد. ابغاك تطلع معي. طيب المايكات اللي عندي كلها جودتها سيئه، مزعجه، سلك، جهاز كبير ما ينفع. طيب تبغى تشتري واحد؟ ابغى اشتري واحد. عندي لك حل. طيب مره كويس. ايوه في مايكات رود ثلاثيه مره رائعه، تسجيل فيها جوده التسجيل جدا ممتازه. طيب هذا اثنين مو ثلاثيه بعد. ثلاثيه، واحد على الكاميرا، واحد عند المستضيف، واحد عند الضيف. تحطها في جيبك، تخبيها في مكان اذا كان عندك تبغى تحطها في مكان، جدا رائعه. وجوده صوتها كيف؟ لدرجه اني قاعد اسجل فيها الحين. لاحظ وانت كمان عندك واحد ترى تسجيل فيه. هذا مجرد الحصول عليه تستطيع انك تسجل صوت بجوده جدا عاليه، ويكون عندك متنقل بحيث انك تثبته في جيبك، تثبته في السياره، في اي موقف كنت. تستطيع الطلب عن طريق الاونلاين او الشراء عن طريق المتجر المباشر. طيب نطلبه ولا نروح ناخذه ولا خلينا نروح ناخذه. يلا مايك هذا رائع جدا. على ضمانتك؟ على ضمانتي اكيد. انا عندي واحد ترى ثلاثي. خاسر على المايكات. لا لا ابدا، هذا بيعجبك. اكيد بيعجبك اكيد. وتسجيل صوتي اقول لك جوده الصوت فيه جدا فائقه. هذا انا ما توقعت. هذا الاخير يعني من الاخير. خلاص للحصول على الرود وايرلس جو 2 حطينا لكم الرابط في الوصف. طبعا هذا ارسلوا لنا ادفانس ميديا عشان نسوي عنه مراجعه في القناه. والله عجبني صراحه، ما اتوقع اني ما برجع. يجب أن يكون من ضمن معداتنا. سلام.